مواطن 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 وحتى هاي مواطن 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 لا دوران كرو أما بامد وح دوران كرا عدكي سنة ياي مهيمة مواطن 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 وحتى هاي مواطن 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 لا دوران كرو أما بامد وح دوران كرا عدكي سنة ياي مهيمة مواطن هدايع الحقاقي مانت بايس سودي وانقلي 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 مسؤول لو حران كرينو مدويان مدويان كولا كود بوني مدويان 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 كولا كود بوني مواطن هدايع الحقاقي مانت بايس سودي وانقلي مواطن أنا قوكو هدليا مقاعا كوميشن كدورة شوين كقارنكا وحان إذن كم هاد علن ليا سيدا شرفت له اي وقت يجي ليدين قبت أبو تمادين مدشن حفلدة دي بفوركا دي وانجلينتا واي دي وانجلينتا هورين أوسو قللي دي وانجلينتا نيو أبديتين تي هورون بينو مارت يعني دي بفوري أو حيابيه نقدنا أينو كدرينا دي وانجلينتا وحي نوبي لابن دان سيدحي طبانك بشتن وحي قادن دون تمودة أفر مال موضة حدا بوحة تاهرة عدا يأيس دي وانجليني دادكي قاتي كاركي لابكون يلحي طبانك لو مبهن إنيس دي وانجليني واي هدي مر لابد دي وانجليني وحي كجوباني عدكي هوري وهو أركيا سيستمكو قفل بشر استيوان قليه وكله وحنو دقنين بحدة سينينا دادك كارر كودي هايستا أما يعني هايستنين إهوري إسيو ديوان قليه إناني مرلباتو نغن ديوان قليه تتن وحكلا أكره بان دادك عرورتا إن دادو دقارين شريه تومنكا baliyo xubnaha gudaha doorashooyinka qaranka oo ku amaano sidii xilkasnimada lahayd ay u guteen clusterkii koowaad ee diiwaangelinta cod bixiyasha oo ka dhacay gobolka Awdal degmada Gabeeley degmada Baligubadle degmada Salaxli ee gobolka Marwada Jeex oo runtii ahayd hawl culayskeeda leh oo baaxadeeda leh oo ay commission ku dhabaraaday iyo waayo aragnimo badan muujiyeen midowga Yurub isagoo qayb ka ah deeq bixiyasha taageeray gudaha doorashooyinka qaranka sidoo kale wuxuu qayb xal ka qaadanayaa sidii hanaanka doorashooyinku ay u noqon lahaayeen mid laga wada qayb qaato oo ay ka qayb qaataan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada haday tahay dhalinyarada haday tahay dumarka haday tahay dadka laga tirada badan yahay si ay u noqdaan dadka tartamaya ee doorashada u tartamaya ee musharaxiinta ah iyo sidii kale sidii ay u noqon lahaayeen cod bixiyaal aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa komishanka qaranka hawsha ay noo qabteen iyo diyaar sida ay u soo diyaar gareeyeen diiwaangelinta waxaan rajaynayaa sida ay ku bilaabantay gobolada galbeedku in gobolladan bariga ee saaxil ka bilaabmaana iyaguna ay khayr ku dhammaan doonaan waxaan doonayaa inaan erey wacyigelina aan u soo gudbiyo dadweynaha reer Soomaaliland meel kastoy joogaanba waxa weeye diiwaangelintu waxay ka mid tahay oo ku boorinaya in la isdiiwaangeliyo reer saaxilow
وأختي رومر كلاس حمالي وحالينا ساحل كومبا لكا صباحا صدح غوالوز كوميد سلاك يو غوال كاسول يو غوال كاساحل تريني لويس كله ويتبرك لويس على قاتي سيديتون كومبا وعين قالوا أبي نجسيو سيين قالوا مدنا وحبينا اسمينا دارين دوركم وحان يدكم بورينا إن أينو ديوان قلين تاقاضلو وآد لو قد دالو قرن كسو مالي لان ميل كستو اي جوغان قبل كستو اي جوغان وحان لايا هاي ديوان قلين توينو مهيم دلكين ني مهيمو تهي مقعين ني مهيمو تهي ولا ليا الاستيوان قليا استيوان قليا وقهي ليا دلكين ني يددكين إنا استيوان قلسان وقهي ليا ددكا لما نمشي دونا نكون نورضان واحد مودة تذكرين إما كانوا يكونوا مشغولين مشرحين يكل الريفين يو مشغول نك مشرح هاي الدنيا أم باي مكمل الريفين يو حكم مشغول يا حتى أنا إما كدي وانقلين تدك كأن أن لا سمعينين عدكو هادو وحنقولنا يا ديم حد دي وانكشتيبين نقول سا بكم حلا يا يان لقوا مشغول نورد هردا نيو ولا واحد لما بات هاي مشرح بات هاي تذكر يا جورد دي وانقلي كان الريفين ده ينضم بيسدي لايراد نحوك قبض دور الشلا islaam ku doorashada uu ogol yahay wuxuu ogol yahay inad wax doorato oo doorato qof wanaagsan haduu ki hore wanaagsanaa in mid ka si wanaagsan aad raadiso hadaa weeydo ki wanaagsanaa aad ku celiso mid liita inad keento waa mamnuuc way islaam kuma ogola diin waa gelintan imka wax badan baa laga soo shaqeeyay hawl badan bay soo martay halkeen soo martay oo dhan way la socona والله سو دتيي قدكي اي غشبه وا لا ساراي الهي ما تتمي هرتين وحن لين وا ويه هلكا ان كا ودنا او هيميلدين اها حقيجنو حسب المبادره و هو كشقيهي ان ودن كان اي كدعدو ديوان غليني وحانا كشقينينا ان دورش حلالنا كدعدو دينا قلت كليش اسكا غدغتان ديوان غليت هو ديار كرودان أمن جيّن بتجلي ده نوع الإنسان، رنتي أينان ده أكل هارين، ثاس والدي كبرهنا يا. ما ترى ده قيل شره، قيل هو نكل وده شرته وانو كل شرته. أنا قال كي أنا كام مسؤول كام ما كهلا يا أمنيك أنا كهلا يا أرتى أمنيك قبل كان ساحل وحويه سكاشن قابض وحنو ديارنا هاي سكاشن كه قابض بقينا نكهول كله أمنيك وذن أنا سكنه وحكلنا لسعتين يا متقع نايد دوينها رير ساحل هدي أنا كوميونيتي كنا لش قينين عندك كبولي سهان وحبا ما قبنا كره وحنو قام بحذك آدوك باهن هاي تدوينها رير ساحل أيان آدوك باهن هاي doorashada madaxa cod bixintan maanta ama diwaan dibo furistan diwaan gelintana waxaan ku boorinayaa dhamaan dadka reer saaxil in ay qaataan waayo muwaadinku laba cod buu leeyahay in loo codeeyo iyo inuu codeeyaba haduu is soo sharaxayo cod buu baahan yahay muwaadinku waxa weeye muwaadinimadaada lagu aqoonsanaya waa maanta kaarka aad qaadanayso waxa weeye waxa kale aan aad iyo aad marka aan uga hanbaliyeenaya dadweynaha had iyo jeer ama tuulooyinka aan u baxayno waxaanu aad iyo aad horna uga baranay maanta aan ka rajaynayna sidii ay wanaagsanayd ciidan iyo mataqaanay iyo commission ba ay ula shaqeyn jireen inay noola shaqeeyaan ee martagelinta lahayd ee soo dhaweynta lahayd la'aantoodna waxa weeye mataqaanay anagu ma shaqeyn karo community ga la'aantood shanta haafado maanta waxay diyaar u yihiin oo heegan u yihiin maanta diiwaangelinta diyaar baan u nahay waan sugeynay waan u diyaar garownay soo dhawaadaan loona kimishkana xagga nabadgelyada haday tahay xagga wada shaqeynta haday tahay hawshaas anaga waan naga diyaar shanta haafadada ee degmada hadaan u nahay aad iyo aad soo dhaweynaynaa horena lagu tala gashanay oo lagu sugeynay diiwaangelinta cusub ee looga bilaabatay gobolkan ساحل وهذه بيد كذي يعني لو قبعان إلنا كنا وعي جليل يو حلق قبض عن لش قيلو
qaranka komishinka iyo cod bixinta sidii aan looga qayb gali lahayn dhamaantiin isuguna boorin lahayn in wixii aan qaadanna ay qaataan wixii qaan gaadhayna ay qaataan sidii hore loo sheegay telesoomahan waxaanu ku warannahay komishinka qaranka oo aan mar oran karo waxaanu u nahayba sidii uu komishineerkii hore sheegay lafdhabar ama tuulkii ay ku shaqaynayeen ee lagu hirgelinayo in la qabto diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka reer saaxiil waxaan leeyahay dadku waa wada qabaayil weeye qof kastaaba qabiiluu ka soo jeedaa waxaa caankaa gudaheenna ama soomaalilan ama inta soomaaliya ku hadashaba caankaa inaynu faan badan nahay oo reeruhu isu faanaan oo yidhaahdaan waxaa nahay laandheere maanta waxaa laandheeraha oo runa oo laandheeraha saxda ah ninka maanta kaadhka qaata ee isu diyaariya codbixin kaasaa ah kaasuu baa faani karaa kaasaa sheegi karaa inuu laba nin la soo baxayo inuu shan nin la soo baxayo inuu hal mid ku eeg yahay weliba inta dee lagu faanaa reeruhu sheegtaa ilmaha yara caawa dhashay odayga gaboobay toona lama tiriyo waxaa la tiriyaa mudakarka yaa col hortegi kara baa la yidhaahdaa doorashadu waa col weye col baa la hortegayaa waa la cad goosanayaa maanta inoo taala maaha doorasho doorasho albaabkeeda aan furanaynaa waa diiwaangelin weyn qof kastoo hanle iyo qof kastoo wax doonaya iyo qof kasta oo mas-uul ah oo maanta jecel in isbedel ka dhaco dalka maanta xorriyaddiisa gacanta ku haystaa maanta ilaahay baa mas-uul nooga dhigay gobolka waxaan u ballan qaadaynaa xisbiyada mucaaridka iyo qof kasta oo musharaxaba inuu nabadgeliyo iyo sinaan iyo cadaalada ku codayn doonaan cidibtaas aanay jiri doonin ilaa imika komishanka doorashooyinka oo intii imika aanu soo wada shaqaynayn shaqadu soo socotay ilaa imika si aanu ku qanacsannahay gobol ahaan shaqadoodu u socoto ama biraha iyo communicationka ha wadaan ama shaqooyinka kale ee na dhex maray eeaanu xukuumad ahaan kula shaqaynaynay ha noqotee waxaan uga mahad celinayaa sida fiican ee shaqadoodu u socoto iyo maamulkooda wanaagsan ee heer gobol heer degmo iyo heer qaranba leh intaa waxaan ku darayaa oo kale fariinta aan dadweynaha reer saaxiil farayo oon leeyahay maanta ha isdiiwaangeliyaan si nabadgelyana ha isku diiwaangeliyaan arrintaana yaanay fudaysanin waxaan leenahay dadka ha lagu wacigeliyo qofkii is-og inuu hal mar isdiiwaangeliyey inaanu kaarkiisii doonan in loo hayo oo wixiisu xalaal ahaa oo uu heli doono ha lagu wacigeliyo oo uu sugaanu laba jeer isdiiwaangeliyo qodobka labaad waxa weeyaan goobeddel iyo kaarbeddel goobeddelku waxa weeye sidii la sheegay 23 degmo ee dalka ayaa loo kala guuri karaa qof waliba degmadu doonuu qaban karaa berbereyntu ka guuraa buu saylac tegi karaa qof halkaa degi karaa ka dalban karaa kaarkiisa degmo kasta oo dalka ka mida buu qofku tegi karaa u beddelan karaa markaa taa goobeddel baa la yidhaha kaarbeddel baa jira kaarbeddelku waxa weeye dadkeennu easy come easy go wixii bilaasha ma xaafidaan kaararka aada baa loo tuuray dadka 30, 40, 50 inay ku dhawaadaan baanu ka cabsi qabnaa kaararkii tuuray aan haynin sidaa darteed sharcigu wuxuuna furayaa ama qofkii ku codaynayaa inuu kaar haysto komishanka waxaa qasab ku noqotay in dadkaa kaararkii loo bedelo waxay
يجونا دلبند وانا نفريه طبعا كعشو صدق هي اللي بعدين كدقمو وكلية بي all لسا كاربي دلبو دلبند وانا معنوه سماها إن ماشي سيلك بدلتهم بربرو يمان يا كاربي دلبو دلبان يا لكن هل كعودين شري بالو قرية تولد يسيب ولا تجي هدوت ما سنديك كرنو قوم كستا أو ميرو بس دوق لما جين كرو dadkii ka arko kala ma waa inay degmooyinka isugu yimaadaan waadi 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 la dooran karo ama baan mid wax dooran kara مواطن حتى يعين حقاقي وانت بايس سودي